في اليوم الثاني على فتح أبوابها أمام المراجعين، رصد فريق الراي مستوى الإقبال وآلية الاستقبال في مراكز الخدمة في محافظة الجهراء وسط تطبيق اشتراطات صحية وقائية في ظل الأوضاع الراهنة. التفاصيل في تقرير أحمد العنزي. يواصل المدير العام للإدارة العامة لمراكز الخدمة في وزارة الداخلية جولاته على المراكز المنتشرة في كافة المحافظات للتعرف على العقبات والصعوبات التي تواجههم في اليوم الثاني من بدء عملية العودة إلى الحياة تدريجيا. أنا قاعد أفتر وقاعد أشوف المواطنين وأسألهم عن مدى رضاهم وتقديم الخدمات لهم، ولله الحمد شفنا أن لهم في أريحية بالمعاملة من ناحية الموظفين ومعاملاتهم وتقديم الخدمات إلى المواطنين. طبعا بالتالي هذا المواطنين أهلنا وأهلك، فيجب علينا إحنا كوزارة الداخلية في تعليمات من سيدي معالي وزير الداخلية ومعالي وسيدي سعادة الفريق وسيدي سعادة الوكيل المساعد اللواء أنور البرجس في تسهيل أمور المواطنين كافة. مراكز الخدمة في محافظة الجهراء تضم 7 مراكز تم افتتاح 3 منها، وهي مراكز سعد العبدالله والنعيم والقيروان، على أن تفتتح بقية المراكز فيما بعد. وتقوم المراكز بإنجاز كافة المعاملات كشؤون الإقامة والمرور والمخالفات وتنفيذ الأحكام باستثناء إصدار التأشيرات الجديدة لحين فتح أجواء الطيران وحث المراجعين بإنجاز المعاملات عبر خدمة الأونلاين. احنا افتتحنا حين بنسبة 30% المراكز، طبعا نقدم العديد من الخدمات منها المرور وشؤون الإقامة وتنفيذ الأحكام والتغيب وتحصيل المخالفات. يعني في إقبال، احنا اللي نتمناه طبعا نقدم الخدمات ان المراجعين اخواننا المواطنين ان فيه الموقع الداخلية يحجز له موعد عشان ما يكون في تزاحم. ولله الحمد لمسنا كل تعاون وكل انسيابية مع اخواننا المواطنين، وايضا احنا همنا الاساسي هو الاشتراطات الصحية مثل ما قرر مجلس الوزراء اشتراطات صحية، التباعد، لبس الكمامات، القفاز، اهم شيء عندنا هي صحه المواطنين والمراجعين، ونقدم خدمه افضل. هاي تعليمات صادره من القياده العليا في الداخليه انه يكون في اهتمام كبير. وانا اطالب اخواني المواطنين في خدمه الاونلاين. انت قاعد في بيتك في منزلك في تجديد الاونلاين، استغل الفرصه هذه، ممكن تجدد سنه، يعني انت هاي فرصه كبيره لك عشان تخفف علينا الضغط. وايضا احنا في خدمه المراجعين، خدمه كبار السن، خدمه اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصه، ونقول حق لكم ونقول حق اهل الكويت احنا في خدمتكم. في التزام وانتظام كبير من اخواننا المواطنين. طبعا طريقه الدخول عن طريق حجز مواعيد من موقع وزاره الداخليه، يتم التاكد من باركود ومن وقت الدخول قبل استقبال المراجعين. طبعا عندنا كافه الشعب شغاله، من معاملات المرور، معاملات الهجرة، معاملات تنفيذ الأحكام، كذلك معاملات تحصيل المخالفات. ونظرا لحرارة الأجواء ولعدم ازدحام المراجعين على المركبات المتحركة المتخصصة بطباعة النماذج، أصدرت مراكز الخدمة تعميما بإعفاء المراجعين من نموذج الطباعة لكافة المعاملات. أصدر مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة العميد عبد القادر الشعبان تعميم استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية اللي تعيش فيها البلاد ويعيش فيها العالم أجمع، في إعفاء المواطنين من نموذج الطلب اللي عند الطباعين، وذلك تسهيلا لهم خاصة بعد ما شفنا في بداية العمل الازدحام الحاصل حول السيارات، بالإضافة إلى أن صعب تنفيذ التباعد الاجتماعي حول شركات الطباعة. بالإضافة إلى ذلك رحمة للمواطنين من أشعة الشمس في هذا الجو، أصدر المدير العام هذا التعميم، وبناء عليه المواطن راح يحضر إلى مركز الخدمة معاه الإثباتات الأصلية والصور عنها، يقدمها إلى موظف الكونتر، موظف الكونتر هو راح يطلع برنت يوقع عليه مقدم الطلب، يوقع عليه موظف المنجز للمعاملة، يوقع عليه المسؤول. بهالحالة هذا يعتبر إنجاز في هذه الفترة ويعتبر قرار استثنائي. مراكز الخدمة في محافظة الجهراء تخدم شريحة كبيرة نظرا للكثافة السكانية الهائلة في المحافظة، شددت على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية الوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا، مع توفير المياه والمرطبات الباردة للمراجعين.
أحمد العنزي الراي.